أهلا ومرحبا بكم إلى نافذة التفاصيل. خبر إذن اليوم سوف نتحدث عن زيارة وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي زارت تعز، حيث نفذ وفد اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم زيارة إلى كل من السجن المركزي والمستشفى الجمهوري ومديريتي صبر والموادم والقاهرة بمحافظة تعز. واطلع الوفد على أوضاع السجناء والمحتجزين واحتياجاتهم ووضعهم القانوني ومستوى الحقوق التي يحصلون عليها من عدمها. كما زار الوفد المستشفى الجمهوري، ثاني أكبر مستشفيات المدينة، وحقق في وقائع استهدافه والتي كان قد رصدها فريق الميداني، وعاين الأضرار التي لحقت بأقسام المستشفى نتيجة القصف من قبل ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية تحقيق في الانتهاك إشراق المقطري إن اللجنة صادفت خلال زيارة اليوم أوضاعا إنسانية صعبة بالنسبة للسجناء نتيجة شحة الإمكانيات ووضع المنشأ المتهالك نتيجة استهدافه. يشار إلى أن زيارة الوفد الحقوقي لتعز ستستمر لمدة 5 أيام، ستحقق من خلالها اللجنة الانتهاكات التي تعرضت لها مدينة تعز وأبنائها. إذا المشاهدين الكرام، نعود ونناقش تفاصيل هذا الخبر عن الزيارة التي قامت بها وفد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. والآن ننتقل إلى النافذة التالية وإلى معاناة أبناء الشعب اليمني والتي نرصدها لكم في نافذة نبض الشارع. بكم اليوم سوف نستعرض لكم بعض معاناة منطقة الحيمة التعزية جراء انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية وعن أوضاع المدنيين التي يعيشوها نتيجة هذا الانتهاك. نتابع. للأسف الشديد هناك مأساة إنسانية ترتكبها جماعة الحوثي بحق سكان منطقة الحيمة في ريف مدينة تعز. جماعة الحوثي أقل ما يوصف بأن ما ترتكبه ضد سكان هذه المنطقة بأنه يرقى إلى جرائم حرب، خصوصا مع تعدد هذه الانتهاكات والجرائم التي تمارسها، من بينها القتل، التفجير، ترحيل السكان، آخرها تلغيم المنازل أو تلغيم الطرقات وحقول ومزارع السكان. جماعة نازية إرهابية تسعى لتدمير كل القرى والعزل التي لم تصل إليها. هذه العزلة بعيدة عن المحافظة، هي محادة لإب. هذه الميليشيات أبت إلا أن تقتحم هذه العزلة والعزل المجاورة لها، وتعبث بكل رجل ناشط صاحب كلمة أيا كان، يعني سواء كان مقاتل أو حقوقي أو شيء. فهذه الميليشيات الآن تدمر البيوت، تعبث بالممتلكات الناس، المزارع تنتهك، حرمات الناس هناك، مزارع الناس وآبار الناس توقف بل وتدمر والمزارع تكسر. هذه جماعة إرهابية هجمت على الحيمة بدون أي مسوغ قانوني سوى التحكم بالناس وإذلالهم واستعبادهم. ليس هناك أسباب حقيقية تستدعي كل هذا الهجوم وتهجير المواطنين وقتلهم وتشريدهم من منازلهم. كل ما يجري هو إرهاب وقتل لمجرد القتل ولمجرد الإرهاب فقط. مجازر إضافة للمجازر السابقة، عدو غاشم أكثر من العدوان الآخر، انتهاكات بالجملة تضاف إلى رصيدهم. لكن المسألة مسألة وقت، لم يعد بيننا وبينهم إلا وقت، مسألة وقت، فستحسم الأمور إن شاء الله على يد الغلابة والمساكين ومن تهكت حقوقهم في هذه المحافظة إن شاء الله. نطالب المنظمات الدولية في حقوق الإنسان للتدخل السريع لإيقاف هذه العصابة من التشريد والتدمير لأبناء منطقة الحيمة، وكذلك نطالب السلطة المحلية للتدخل السريع، وكذلك محافظ المحافظة الذي تعين جديدا، وقائد اللواء 170 وقائد اللواء 22 بحكم أن المنطقة تتبعهم،
في اختصاصهم. نطالبهم بالعمل بواجبهم في هذه المنطقة ودعم المقاومين في هذه المنطقة. نهبوا صيدلية ومستوصف أهلي وضربوا وحدة صحية أخرى ودمروا بيت الحربي ونهبوا ما فيها، نهبوا البيوت الموجودة في قرية الحدالي تمام وشقب، نهبوا بيت محمد أحمد سرحان ونهبوا يعني ينهبوا كل ما يجدون حتى الحيوانات يعني ينهبوا ويذبحوا ويأكلوا، نهبوا سيارات. الآن يعني لا زال مستمرين بالقصف، والآن في هذه اللحظة دخلوا وادي الحاكم يقصفوا على بيت الشيخ محمود أمين قائد بجاش في هذه اللحظة الآن، ويقصف يعني يقنصوا ناس من الحماة الآن في هذه اللحظة، قنص اثنين فهيم محمد حسن ومراد عبد الله سيف، هؤلاء قنصوا الآن في هذه اللحظات ولا زال القصف مستمر. غزو من قبل هذه الميليشيات، غزت منطقة الحيمة بدون أي مبرر وبدون أي وجه حق، غزو المواطنين، يريدون المواطنين الاستسلام، لا نعلم ما هو الاستسلام، يريدون الخضوع لا ندري ما، فكانت أبناء الحيمة هم صامد لهم في المرصاد. وفي هذه اللحظات وعلى التوصلنا خبر الآن بمهاجمة منطقة وادي الحاجب، يضربون المزارع، يقصفون الطرقات، يقصفون المنازل في هذه اللحظات دون أي مبرر. لا يملك أمام المواطن إلا أن يحمل سلاحه الشخصي ويدافع عن نفسه، لكن السلاح ليس هناك تكافؤ في السلاح، هم يستخدمون الهوزرات، يستخدمون الكديوشة، يستخدمون الدبابات على الإخوة في الشرعية الإسراع وفي التحالف لإنقاذ هذه المنطقة. هذه المنطقة بوابة لثلاث مديريات، لو هم يعلمون بأن هذه منطقة استراتيجية للمقاومة وكذلك ستكون استراتيجية للتحرير، فإذا كسرت الحيمة ستكسر بقية المناطق. ينبغي أن نساند هذه المنطقة وينبغي أن ندعمها، هناك نزوح ينبغي أن نلفت للنازحين، هناك نقص في السلاح، هناك المستشفيات الميدانية ينبغي أن ندعم هذه المستشفيات أو إيجادها. الحيمة جزء من محافظة تعز الذي تعاني الحصار والحرب والقتل والتشريد منذ أن جاءت ميليشيات مجرمي العصر الحديث، ولن تشهد أي عصور سابقة لهذه الجرائم. وما يعانيه الوطن اليوم وسكوت مخيف لمنظمات حقوقية وإنسانية لم تلتفت ولم تولي هذه الموضوعات أي اهتمام. ما يحدث هي جريمة تضاف إلى جرائم مجرمي العصر الحوثيين، ما يقومون به من قتل وتشريد الناس وانتهاك الممتلكات العامة والخاصة والحقوق والحريات، وكذلك قتل النفس البريئة من الأطفال والنساء والمواطنين الساكنين وتهجيرهم وتفجير منازلهم. بعد هذه الجرائم ماذا تنتظر الأمم المتحدة والمنظمات التي تنطوي تحت كنفها؟ إذن مشاهدينا الكرام تابعنا سويا من خلال ما رصده مراسلنا في تعز حول معاناة أبناء الحيمة التعزية من أوضاع مأساوية نتيجة انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية. إذن نعود إلى نافذة تفاصيل خبر، والآن تنضم إلينا عبر الهاتف المحامية إشراق المقطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أسعد الله مساءك سيدة إشراق. أهلين أخي. أهلا وسهلا بك. ماذا يمكن أن تحدثين عن طبيعة هذه الزيارة التي قام بها وفد إلى مدينة تعز للاطلاع على الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان؟ بالنسبة للجنة الوطنية، هي وضعت ضمن خطتها منذ بدء العمل برامج مختلفة للنزول الميداني لكافة محافظات الجمهورية، وكانت قد سبق أن نزلت إلى محافظات عدة من ضمنها محافظة تعز، لكن مع الظروف التي تشهدها محافظة تعز ووجود العديد من الانتهاكات كان هذه الزيارة التي بدأناها منذ يوم أمس بالتركيز على فئة المحتجزين والمعتقلين لدى كافة الأطراف وكافة الجهات لمعاينة نوعية المعاملات، أيضا مقابلة بعض المحتجزين والمعتقلين، الاستماع إليهم. أيضا نشاط أو برنامج آخر عن هذه الزيارة بإذن الله، يعني سوف يتم أيضا زيارة أماكن وقوع بعض الانتهاكات بالذات استهداف المدنيين، وقد سبق يوم أمس كما يعني رأيتم من نزول ومعاينة المستشفى الجمهوري بمديرية القاهرة والأضرار الكبيرة التي يعني لحقت به جراء الاستهداف الذي استمر أكثر من عام بأنواع مختلفة من الأسلحة. نعم، أثناء هذه الزيارة كيف قيمتم الوضع الإنساني من خلال هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين؟
يعني في محافظة تعز يعني كل زائر ربما يذهل يعني جسامة الانتهاكات التي تتواجد بشكل كبير، ولكن الاقتراب منها يعرف تفاصيل هذه الانتهاكات وقساوتها. ويعني لا يخفى على أحد بأن العام 2017 يعني محافظة تعز كانت يعني وتتصدر للأسف المقدمة في المحافظات التي تتعرض لانتهاكات جمة ومختلفة، بالذات استهداف المدنيين وسقوط الضحايا من القتلى والجرحى، تدمير المؤسسات الممتلكات الأعيان يعني العامة بشكل عام. هذا يعني لا يمكن أن ينكره أحد. وبالتالي فهنا كان التركيز من اللجنة بأن تعاين هذه الاستهدافات وتقوم بالتحقيق فيها عن كثب. نعم، أصاب على الاتهام حول مرتكبي جرائم بحق المدنيين، إلى أين سوف تقاد هذه التحقيقات لإنصاف واسترداد الحقوق إلى المنتهكين من المدنيين؟ يعني كما هو معلوم بأن اللجنة الوطنية آليتها لا تعتمد على فقط على عملية الرصد، لكن تنطلق بعد ذلك إلى يعني أعمال أخرى متمثلة بالتحقيق وتحويل أعمال التحقيق إلى ملفات قانونية. تم إحالة بعض منها إلى النائب العام بناء على قرار رئيس الجمهورية، إضافة إلى التعديلات الموجودة الأخيرة في قرار إنشاء اللجنة الذي يعطي اللجنة صلاحية أو وجوب تحويل الملفات المنتهى من التحقيق فيها من قبل اللجنة إلى القضاء. وبالتالي فإن تحويلها إلى قضاء بعد ذلك باعتقاد أنها هي خطوة هامة وكبيرة، ربما لم تقم بها آليات أخرى من الآليات الوطنية أو حتى الآليات الدولية بأن تتحول تلك الملفات إلى يعني حقائق على الأرض عن طريق وصول الضحايا إلى القضاء ومحاكمة المتسببين. نعم، هل من أي تحفظات لاحظتموها من هذه الانتهاكات من خلال هذه الزيارة سيد أشراق؟ حتى هذه اللحظة ربما الزيارة لسه بالنسبة لنا طويلة وسوف تتعدد، يعني لدينا زيارات كثيرة كما ذكرت لمناطق سقط فيها ضحايا، لأحياء دمرت، فيعني ما زال الوقت قصير بأن نحدد مستوى هذه نقول التجاوب. لكن حتى هذه اللحظة المناطق التي زرناها والجهات والمؤسسات التي التقينا بها يعني قدمت الكثير من التعاون والتسهيل والسماح لنا بالوصول ومقابلة الضحايا. نعم، ماذا عن الجانب الحكومي الممثل بالسلطة المحلية في تعز وتجاوبها مع هذه اللجنة سيدة شرق؟ السلطة المحلية في محافظة تعز يعني سواء في الزيارة السابقة أو هذه الزيارة يعني قدمت تعاون كبير وتسهيل، لم يتم اعتراضنا على أي نوع من أنواع النزول أو التضييق، بالعكس كان هناك ترحيب كثير واهتمام، ولدينا لقاءات يعني كثيرة معهم يعني مهمتها هي الرفع أيضا وإعطائهم عدد من التوصيات والملاحظات التي رأيناها في المحافظة فيما يخص الانتهاكات فيما يخص أيضا الأوضاع الإنسانية ومستوى الخدمات وأهم الإمكانات التي ممكن أن تقوم بها السلطة المحلية لما فيه مصلحة حقوق الإنسان في محافظة تعز. نعم سيدة إشراق، هل خلصتم حتى هذه اللحظة إلى أي أرقام تذكر لديكم حول هذه الانتهاكات بحق المدني؟ في الزيارة أم السابق؟ لا في الوقت الحالي، في الزيارة الحالية. في الزيارة الحالية كما ذكرت يعني نحن أمامنا وقائع محددة للتحقيق فيها في موضوع سقوط الضحايا، يعني حريصين بأن هذه الزيارة جزء منها نسقطه في تقريرنا القادم في التقرير الرابع لتوضيح يعني وضع المدنيين في محافظة تعز ونوعية الانتهاكات المتواجدة. بالنسبة للأرقام الإحصائية فنحن معنا نهاية شهر ديسمبر بإذن الله تقرير شهر نوضح فيه حجم الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها ومن ثم التحقيق فيها. نعم، أنتم في هذه اللجنة ما الذي تأملون من خلال هذه الزيارة من تحقيق لأهداف لهذه اللجنة؟ لدينا في هذه الزيارة عدد من أشكال تحقيق وقائع استهداف مدنيين في أحياء مثل شعب الدبل، الانتهاكات الأخيرة ربما سقط فيها الضحايا ولا سيما الأطفال والنساء. لدينا أيضا في أحياء أخرى زي الزهراء، لدينا أيضا في تحقيق في وقائع في منطقة سعبات ومنطقة صالة، أيضا التحقيق في استهداف عدد من المستشفيات التي تم تدميرها خلال الأعوام 2015-2016 مستشفى الجمهوري ومستشفى اليمني المستشفى السويدي للطفولة والأمومة. لدينا أيضا زيارات لمديريات مجاورة لمعاينة أو الجلوس مع المهجرين قسريا وضحايا الدمار
في أصفل ومقبنة وجبل حبشي، إضافة إلى يعني الاهتمام بالتحقيق بواقعة تدمير منشأة إعلامية وهي التحقيق بواقعة استهداف إذاعة تعز وتدميرها بالكامل كجزء من الإرشيف الفني وأيضا الإعلامي للمحافظة والجمهور المنيع بشكل عام. نعم سيدة أشراق، أختم معك من خلال هذه الزيارة إلى مدينة تعز، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجه إلى الجهات الرسمية للتعاون مع هذه اللجنة وكذلك على الذي يترتب على الجانب الشعبي بالنسبة لهذه الانتهاكات التي تقع على المدني؟ يعني جميل سؤال. هو نحن في محافظة تعز على قدر ونحن وجدنا الكثير من التعاون من قبل السلطة المحلية وأيضا حتى من الأطراف المسيطرة أو المتواجدة في محافظة تعز، إلى أننا ما زلنا نأمل بأن يحدث كثير من الاهتمام وعن طريق دعوة وتوعية المواطنين لا سيما الضحايا في مديريات محافظة تعز سواء مديرية المدينة أو المديريات الأخرى المجاورة مديرية الريفية بتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ وضرورة التوجه إلى مكتب اللجنة في محافظة تعز، لا سيما أنه يعتبر المكتب أو الفرع الوحيد الذي تم يعني افتتاحه بعد المكتب الرئيسي في محافظة عدن، وبالتالي فمن المهم جدا وتسهيل أيضا لوصولهم إلى حقوقهم بالذهاب أو الإبلاغ بهذه البلاغات والانتهاكات إلى المكتب في تعز والتواصل أيضا مع الراصدين. أيضا التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، دور منظمات المجتمع المدني مهم أيضا في مسألة التوعية وتعريف أيضا الضحايا والمتضررين في المديريات بأهمية إبلاغ وتجهيز ملفات يعني متكاملة للجنة الوطنية لتقوم بالتحقيق فيها. نأمل أيضا مزيد من التعاون نقول ومن يعني ردم الخلافات بين المتواجدين في محافظة تعز لا سيما الأطراف المتواجدة والتي تتبع الشرعية لتخفيف يعني أو التخفيف من حدة الانفلات الأمني المتواجد في المحافظة. المحامية أشراق المقطري المتحدثة الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ونتمنى أن تكون زيارة موفقة لإنصاف المدنيين بهذه الانتهاكات التي تقع عليهم. شكرا جزيلا لك سيدة أشراق المقطري.